السلام عليكم البنات، اليوم راكم معايا في مطبخ ام البنات. جيتكم نهار اليوم نهار تاني يوم رمضان الكريم. واش نقولكم اليوم؟ راح نبدا لكم سلسله السحور اللي يديروا الغيجيم، صحاب الغيجيم واش ياكلوا في السحور، واش لازم ياكلوا في السحور. كاين اللي يتسحر، كاين اللي ما تسحرش، كاين اللي يتسحر تسحر بالك داك حلويات، بالك بريوش، بالك قهوه، بالك. بصح كي تكوني دايره ريجيم لازم تدخلي، كي تاخدي ريجيم تبداي على الصح، ماشي نبداو ناكلو ديجا في الماكله. انا ناكلو انواع وانواع، وتعرفوا شهر هذا انسان يتشهى، تشهي تسمى ما تقضيش حق من نفسك. بصح في السحور عندنا كما قلت لكم، انا درت لكم الخبز تاع الشعير، لو بان دورج، لا سيمول دورج بالروميه، هو الشعير هاو يبان لكم هنايا. هاي اللي نشريها انا بالكيلو، نشريها بالكيلو بالميزان. قلنا نروحو نبداو هكذا، انا ما عندنا، ناخدو خبز تاع الشعير، ديري له شويه زيت الزيتون وتاكليه، تسحري به نورمال. وتاني تقدري تسحري بالياغورت ناتور، ياغورت ناتور. واش ديري له؟ ديري له مغرفه، هاي لك هنايا مغرفه تاع الشوفان، دي فلاكون دافوا عاملك شوفان. انا هنايا نشريه بالميزان، نشري بالميزان، ما نشيش هذوك تاع البوايط. هذوك تاع البوايط راهم فيهم ديجا، ديروا الكنك حتى البنان يديروا هذه، لا لا، شري عند اللي يبيع، اللي يبيع السميد ويبيع هذاك، تصيبي عنده. هاي تنباع بالكيلو، هاي ليك دير 50000 كيلو. انت ما تشريش كيلو ولا، بدي تشري ب 200 غرام 250 غرام، انت واش قدرتي تشري. تقدي تشري قيس 10000 يعطيك ديال كميه كبيره. انتيا في بوتا ياغورت ناتور ديري مغرفه كبيره، عفوا مغرفه معمره تاع قهوه في البوتا ياغورت ناتور، وراس تاع المغرفه تاع الكركم مرحي اللي نطيبو به. خلطيها وكوليه في السحور. كي نقول لك تشدي نهار كامل ما تجوعي ما والو، من بعد ما كي تنوضي تشربي كاس ما دافي، ومن بعد تاخدي الياغورت ناتور تاعك مغرفة معمرة تاع الشوفان، هاكي تشوفي هنا تاع الشوفان، وديري له راس تاع المغرفة تاع الكركم، خلطيهم وكوليهم ما تعرفي لي عافي واش كليتي. هادي وصفة تانية. عندك في السحور عندنا هنايا كسكسو تاع الشعير، هنا لو كسكس دوج معروف. هنا عندنا لا سيمول دوج، الدقيق تاع الشعير اللي نديرو به الخبز هاوليك. والكسكسو هذا الطعام كيما نقولو حنا بالعاميه، الطعام تاع الشعير. تقدري تانيك تفوريه وديريه كيفاه، هو التفوار تاعو ماهوش كيما الطعام تاعنا اليابس. هذا يتشمخ بالخبطي، ترشيه بالماء خليه يشرب مليح، ما تفوريه التفويره الاولى، الثانيه زيدي ترشيه، ماشي تشلي ولا تفرغي، ترشيه غير بيدك هكذايا، غير بصبعتك هكذايا، وخليه شويه يشرب، زيدي فوريه. وتكوني شللتي له زبيب الكحل، راكي تشوفي هنايا زبيب الكحل في فوائد كبار، بالاخص للغيجيم يوالمنا ماشي للصفر هذاك. هذا تنقي هنايا ومشلل ويابس، مشلل وناشف، كيف ديري له قبل ما تفوريه؟ غلي، ديري كاسرونه بكاس ما، حطيها تغلي، كي تغلي رمي لها واحد المغرفه كبيره تاع لاتاي، خليه يغلي واحد 5 مينوت، طفي له هذاك لاتاي، خليه شويه يطلق. من بعد حطي هذا في ان بول، الزبيب تاعك حطيه في ان بول، وصفي عليه هذاك لاتاي سخون، وخليه يتشمخ ويتنفخ في لاتاي. كي نقول لك يجيك يعطي طعم بنين، لي تشمخ الزبيب في لاتاي، ماشي غير هذا الغيجيم ولا،
حيتو كان درتيه الكسكسول تاعك الزبيب الاصفر ولا هادي خديها هنايا نظن انا نشمخو في لاتاي يعطي طعم شباب ويجيك بنين. وكيما هذا الكحل هذا مخصص للريجيم، صحابو الحميه اللي يديروا الريجيم، تحطيه في التفويره الثانيه، تحطيه في القاع الكسكاس هو الاول، من بعد تحطي فوقو طعام وتفوري التفويره الثانيه. ديري الكسل ديري الزبيب ديالك في التفويره الثانيه، تحطيه تستفي كامل في تحطيه في قاع الكسكاس، ومن بعد تزيدي تحطي فوقو الكسكسو هذا كي يفور. هاو فالك مليح لازم تخليه يفور، الكسكسو تاع الشعير لازم له يفور مليح كي يفور. حطيه في صحفه تاعك ولا تبسي ولا هو اللي عندك، وتحطيه تحليه 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 بات دهنيه مولو هنا للدهن. اللي يحب عنده طعم يتقبل زيت الزيتون، هاو كلا زيت الزيتون ويحمل ديك الريحة تاعو. هو وما كاش قد زيت الزيتون مفيد، تجي بزاف 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 في الطعم في الماكلة تاعنا ولا في كلش. ندخلو زيت الزيتون مفيدة بزاف بزاف، فيها فوائد كبار. ما قدرتيش تاكليه بالطعم بزيت الزيتون، تكون عندك زبدة مسوسة كما احنا نقولو بلامية، الزبدة تاع اللبان عند اللبان اللي تشري عنده اللبن والرايب كل شي يبيع الزبدة، ميبيعوها في دي بتيت باركات هكذا صغيورين، هيدير 12 ميل ولا 10 ميل هكذاك واحد كيف يبيعها. هاديك تجيبيها تدهني بها هاد الكسكسو تاعك بالزبيب وتسحري بيه، هادي رانا نقولو سحور مغذي وصحي جدا جدا، ما كاش بالاخص لصحاب الغيجيم. ديري له قرصان ملح، ما ديريش بزاف الملح، ديري له قرصان ملح كي تكوني تفوري فيه في المعاوده، ديري له نورمال نورمال، ديري كي شغل كسكسو. هذا السحور الثاني، قلنا كاين اللي يسحر بالياغورت ناتور والشوفان، كاين اللي يسحر بخبز الشعير بزيت الزيتون، تقدري تاخديه ولا تقدري تجوزيه، يكون عندك ان بو تاع ياغورت وحده بلا شوفان بلا والو، تقدري هذاك السحور انت وكيفاش ديري. نولو للكركم ماشي مرحي، هاوليك الكركم الحقاني هكذا وينباع وما يرحوه، كاين يشريه مرحي يشوفوه يابس. هذا في السهره كي ديريه، واشنو في السهره من بعد ما تقعدي كلش تقعدي راسك، حنا ما قهوه ما نقدوش نصبروا عليها، كاين اللي يشرب انا نحكم عليا القهوه واش نقول لكم، قهوجيه 100%. دونك من بعد هذاك الفنيجل تاع القهوه كحنا نقعدوا راسنا، من بعد تبداي كوني وجدتي في تيرمو قبل الفطور ديرتي اتاي تاع الكركم، ما ديري له والو، تحطي الكاسونه تاعك تغلي وحكمي وحده هكذا عود واحد تاع كركم، تقدري تكسري هكذا بيديك ولا ما قدرتيش تلقي هكذا خليه يغلي، يغلي واحد 10 مينوت قولي 10 مينوت هكذا 15 هكذا، طفيه وخليه يتلق مليح. من بعد دفيه شويه باه ديريه في التيرمو، لازم تشربيه دافي ماشي سخون ماشي بارد. هذا تقدري تسهري عليه نورمال. كي نقول لك طيحي في الميزان في هذا رمضان اس، ولا قدرتي ديري هاد تتحكمي في روحك. تشهيتي قالك صح رمضان هادي نفس انسان يتشهى يتشهى يا محينك، ما تقدريش تصبري يا اختي ولا يا بنتي، صح راني معاك هادي نفس ما نقدوش النفس هادي ما نقدوش نتحكموا فيها، نسقطوا هادي ما كاش تقول لك انا ما نسقطش وانا ما عندنا نسقطو. عندك ديك الصمصه عندك داك الكري واش عندك، هذيك الصمصه تاعك عسليها بشويه عسل الحر، تبسي تاعك حطي حبه ولا زوجتي واش حبيتي تاكلي، حكمي داك العسل الحر دفيه في الميكرون غير شويه هكذا وحطيه هكذا بالمغرفه هكذا، ماشي يقول لك تغطسيها كامله، تحكمي مغرفه تبدا هكذا تقطري عليها هذيك حبيبه تاع الصمصه تاعك، ومن بعد تحكمي الجنجلان يكون محمص الجنجلان تاعك وتعمريها بالجنجلان. هو لو غران دو سيزان واحد كيفاش يقول له جنجلان سمسم،
تحطي هذيك الصمصه تاعك تعمريها بالجنجلان، هذاك الجنجلان يابسوه بكلش، هذاك القليان اللي تقلات فيه، هذاك العسل، هذاك السكر اللي في اللوز، كلش هو يحميك هذاك الجنجلان. وكي كليتي حبتك تاع الصمصه ولا حبيبه تاعك تاع القريوش، ديري العسل الحر وانت تاكليها نورمال، ما فيهاش ما تقدريش تقولي هذه شهوات ما نقدروش ولا باغ اكزومبل قلب اللوز، كي جبتي قلب اللوز خدي مغرفه، ماشي ما تاخديش كامل ما تدوقيش، خدي مغرفه، واليوم مغرفه تاخدي كميه ولا تاخدي كميه وزوج، خدي مغرفه مغرفه وزوج با بلوس، تنحي هذيك الشهوه ما تقدريش تصبري عليها. المهم هادو هما المقادير، هذا هو السحور تاعنا الصحي. حبي تاكلي كسكسو شري كسكسو تاع الشعير، حبي تسحري بالخبز بشويه كسره ديري تاع الشعير، عاوليك زبيب الكحل تشريق وكميه صغيره، ما قدرتش تشري كميه كبيره بالك ما تقديش تاكليه، ولا روحي روحي باغي شويه ما الطعام ما تقديش تشري كيلو، عاو يدير 25 28 واحد كيفاه يبيعو، وكاين راه ينباع في لي غراند سيرفاس في لي سوبيرات، ينباع بلي باكي هذاك اندستريال، بصح ننصحك تشري هذا تاع المنزل مفتول، وتشري ميم با شري 20 شري 15 وشوفي انت كيفاش ديري، ديري طويسه صغيره غير اللي تبع الريجيم. هادي روحي هنايا نولو، ما عندنا دائما كيفاش نروحو المسلسلات، عندك ميزان في المنزل، يكون دائما عندنا ميزان في المنزل، هذا قديم عندي سنين ملي شريته، او كبير على بنتي الصغيره يكون عنده واحد 16 سنه هكذاك ولا فايته، نسيت وقتها شريته. المهم راهم ينباعوا ينباعوا بثمن معقول، يا ربي يكون انا وقت اللي شريته وقيلة 80 ولا 85 داك الوقت، دوكا شحال راهم يديروا، قيلة راهم يديروا 100 150 هكذاك، تقدري كيما تقدري تشري طنجره تاع 300 ألف، وكيما تقدري تشري كاسرونه تاع 200 ألف، تشري هذا ب 150 120 انت، وانت كيفاش ننصحكم ما تشروش الكترونيك، شرو هادو اللي مانيوال هكذايا، كل 10 ايام ماشي كل يوم نقول لك تبداي طالعه حاطه فيه وتحطي في الموره وتطلعي، لا كل 10 ايام هاو محطوط في دارك تحت بونكك ولا في الصال دو بان، كل واحد وين يحطو تولي جيجو كل 10 ايام اطلعي وزني روحك، عندك كالبا حكمي هكدا كالبا ستيلو وتحكمي تولي جيجو، تحكمي غيبون مات غيبون، مكانش لي ما عندوش مات غيبون، تاخدي تور دو تاي تاعك وتكتبي تور دو تاي، ديري لا دات لو جور لا دات، تحطي تور دو تاي تاعك شحال، ومن بعد تزيدي ديري لو بوا تاعك شحال، اي تو تري هكدايا ديري سطر وتخلي، تزيدي 10 ايام من بعد زيدي وزني روحك، تشوفي روحك كيفاش تبداي تتعدي، الا خديتي ريجيم وتبعتيه تبعتي ديري ريجيم، ماشي غير ريجيم برك نديرو ريجيم ونروحو ندركشو، لا ريجيم وسبور. دونك ندخلكم في السلسله تاع السبور، قلتلك كي درتي لو بوا لو تور دو تاي تاعك شحال تزيدي في لي تاي شحال تنقصي في لا تاي و لو بوا تو لي دي جور لا تاي تكيليها تو لي 15 جور، و انتيا تشوفي انتي تعرفي علاش راكي هنايا تهتمي بالصحه تاعك، السمانه هذاك و لو بوا هذاك الزايد يدونا التهلكة، يجيبوا لك القلب لا طونسيون السكر الكوليسترول، الله يبعدهم علينا ويبعد على يشفي كل مريض ان شاء الله، وتدخلي في السخك تاع الطبيب، تدخلي في السخك دم تاع الاطباء، ما تخرجيش تبداي من جينيراليست الكارديو الديابيتو لوندوكرينو، وتقعدي وتدخلي وتبداي تمشي وتبداي وتمشي وتبداي تمشي، لا حتى نوصلوا لهاد على نوصلوا لهاد الدرجه، جينيراليست لازمك تروحي جينيراليست، هي اللي تدومينيك، هي اللي تقول لك لو بوا تاعك هذا زايد لا تاي تاعك ناقصه، هذا هي الجينيراليست لازمك تروحي ليها، ولازم هي اللي تدومينيك هي اللي تورينتيك، من تيا قالك الوقايه خير من العلاج، انا نداوي روحي في داري بحاجه طبيعيه
وصحيه، ما ناكلش حاجه اللي تهلكني، ما ناكلش الزيوتي. انا ما نحكي لكم حاجه، نحكي لكم عندي ما كوزينة يتسمع فيا ويتبع ويعرف شكون. ايبا ما كوزين عندي ديزاني هكذا تقول لي انا نطيب بلا زيت، قلت شبيها هادي مهبوله طيب بلا زيت، ماكلتها بنينه. واش نقول لكم، معسله بنينه، ديك الشربات واقفه. تقول لي او قاتي راني نقول لك نطيب بلا زيت، ما نديرش الزيت، انا ايتونا ما نطيبش الزيت. ايبا كي جربت صبت تقدري تقلي ماكله تاعك هي واش يبننها النار قليله، وطيب مجمره نار قليله بغردها، قاده تجنبي الزيت كامل، تقلي درسه تاعك بزوج مغارف ما، وديري درسه تاعك نورمال. هذاك اللحم ديجا هو يطلق لي غاس، الدجاج تاعك يطلق، فيون داشي تطلق. واش ديري لي فيونت كامل وتسمعي لي لهذا الفيديو وتسيي، وديري الشربه تاعك بالزيت والشربه بلا زيت، وتشوفيهم البناوين في زوج طعم واحد، الاخرى صحيه والاخرى حقيقه بنينه، بصح تضرك فيها السمن وفيها الزيت وفيها هذه. كي طيب كامل وطيب وتطفي لهذيك القديره تاعك، حكمي مغرفه تاع في واسمه في زبده، تلقيها حطيها ما طيب ما والو، تذوب ديك الزبده وتجي بنينه، وتجي ماكلتك بنينه. تقليها غير بزوج مغارف ما في الدرسه، زوج مغارف ما، وتنقصي لها وتقلي هذاك اللحم تاعك، تقلي هذاك، تقلي هذاك البصل تاعك، يتقلى الثوم تاعك نورمال. الجانبي حنا بكري موالينا، كان انا يما كانت بكري، والله نحبوا نضحككم في هذا رمضان، نضحككم الله يرحمها بالسالية، والله العظيم غير كان طيب بالغراف ضحكوا. كان بابا يقول لها بالك يا نحب الزغلي ما يغليه، حب الوتش الطنجره وتش القدره. واش نقولكم، ديك الطنجره مرايا تماكيو عليها، تماكيو على ديك الوتش تاع الطنجره بالغراف، كان تحط بالله يرحمهم يوسع عليهم. كانوا ما كانوش ما يشتكم والو، بابا كان يجي هكذاك من داك حريق نورمال، ياخذ بيكربونات فكافيس كون مالوكس داخله مي زيوتي والدهونات، كان شغله الله يرحمه شغله. دوك حنايا فقنا هذا الوقت رانا نمرضوا، عندنا الامراض، ناكلوش صحي، ما ناكلوش، نحبوا نقصوا، حنا رحنا نقصوا. تحبي حاجه صحيه، تجنبي الزيت، تجنبي السمن، تجنبي خلي بشويه زبده، زبده المسوسه تقضي، وانتي طيابك يجيك روعه، والله غير يجيك روعه صدقيني. هذا راني نعطي لك معلومات من القلب للقلب اختي العزيزه، ولا بنتي بالكثره بنتي، اللي صحتك تهمني بزاف بزاف بزاف. واش نقول لك، دوك عطيك نولو نروحو للسبور. دوك عطيك سبور قاع كي تنوضي، صح حنا عندنا نسا، حنايا نخدمو هادي كنا منا البيت هادي بيت هادي بيت هادي شويه، انا نبداو نديرو سبور، حنا في روحنا نبداو نديرو سبور، ماشي كافي. عندك كل يوم في هذا الشهر رمضان الكريم، كل اليوم ساعة قبل الفطور، ساعة تكوني وجدتي كلش. ما قلت لك مانيش نقول لك كاهملي ولا روحي ما توجديش روحي ديري سبور، تكوني اون فام براتيك، تعرفوا لا فام براتيك واحد ما يلحقها. وجدي ديك الطابله تاعك، وجدي روحك، وجدي منا كلش واجد، طافي روحي حكمي انتي تابي لا عندك، حطيه في الصاله في الصالون عندك، وين عندك لي تاع في دارك ولا في بيتك، ولا ديري حكمي التلفزيون تاعك، تكوني جبتي اون سال دو سبور من اليوتيوب، حكميها طلعيها في الفلاش ديسك، ديريها في التلفزيون وديري تبعيها، تبعي ديري 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 سبور لي زابدو بالكثره، لي موفمون تاع لي زابدو ساعه قبل الفطور، تكوني صايمه مهمين بزاف 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 بزاف. انا ميتسا وقالتها لي ورانا مجربينها، لي زابدو ديري
لي موفمون تاع لي زابدو، ديري لا جيم قبل الفطور، مهمين بزاف لاطاي والوزن ديالك مهمين. تروحي ديريها نورمال، ديري نص ساعة، ديري بداي نهار الأول بداي بدي مينوت، بعد بداي بتخونت مينوت وبداي. وكي تكوني في وسط النهار خلصتي قبل مور صلاة الظهر، قريتي بيان سيغ القرآن، نقرا المصحف شوية، قا عندك دايما جبدي لك، خدي لك بالقجر هذاك تاع الوقت 15 مينوت يا سيدي. روحي ديري لا ديري لا جيم، ديري سبور، ديري وتنوضي نورمال عادي عادي. هذه هي واش نقول لك، ان شاء الله تكوني استفدتي من هذا الفيديو، وكنت ما بالك كنت طويله عليكم، والله غير من القلب للقلب راني تالمون كي مجربه هاد الوصفات اللي عطيتهم لكم تاع الغيجيم من قلبي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهم، ونقول لكم صحه فطوركم، رمضان كريم، وفي فيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.